مرحبا يا أطفال، عمو يزيد يعطيكم موعد بحلقة جديدة من حصتكم المفضلة مع عمو يزيد. يوم 18 ديسمبر هو اليوم العالمي للغة العربية. إذن الجزائر في يوم 19 ديسمبر مضت على ميثاق حقوق الطفل. والشاطر يعطينا الحل، فيها عبرة حكمة مثل. اليوم سنتحدث عن محمد بن أبي شنب. ولد محمد بن العرب بن محمد أبي شنب يوم 26 أكتوبر 1869 ميلادي بمنطقة عين ذهب من مدينة نمدية. إذا أحبائي كما وعدتكم، عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية الأمير والقاضي. بصح ما تقولوا ليش وش مكتوبة يا أطفال؟ إيه ما تقولوش وش مكتوبة، خليها هي تقرأ. أقرأينا تشوفي؟ لا حلم وزة. لا حلم وزة. شتوق. بما أننا في اليوم العالمي للغة العربية، عمو يزيد لكم أغنية جميلة نقول فيها لغتي يا أجمل اللغات. لغتي يا أجمل اللغات، بك أعتز وأفتخر، بك أعتز وأفتخر. أصيلة عربية أنت، وأنا من العروبة أنحدر، ومن العروبة أنحدر. وانتم يا احبائي اللي حبيتوا عمو يزيد يقرا الرسائل تاعكم هنا، ما عليكم الا توجهوا الموقع على الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار اراء وملاحظات. عيد ميلادك احلى عيد. تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصه عمو يزيد؟ اذا اجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. اجمل هدايا يهدوا هيا نصفق ونغني. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد. حمل التطبيق في البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل والتفعيل اكتشف كل الحصص، كل الحفلات، كل اللقاءات الصحفية وأكثر. أحبائي الأطفال، حصتكم المفضلة مع عمو يزيد تأتيكم مساء كل يوم ثلاثاء. ترقبونا، كونوا في الموعد. عمو يزيد.